هذا صحيح في قضية الإنسان والرواسع، لكن المهم الإنسان أنه ذكرنا شيء فيه، فكأنك أنت في هذا تريد أن تقول أن قول تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، هذا خاص بالرسل ذوي الرسالات والكتب، أما الأنبياء فلا يدلون في هذا النص، مع أنه أرسل نبيا هذا أمر جائز بالدواء، فممكن أن تكون آية عام من الرسل يعني، فإلينا نحن بحاجة إلى نص يدعم هذا التفصيل الذي يشير إليه، زد على ذلك أنني قلت أننا لا نجد مطلقا في كل الأخبار التي جاء في كتاب السنة فلان النبي قالت أو أمرت أو أولى بري مريم نعم تقول النبي يعني حتى يجيب الخلاف وقفناه التطبيق هم لا تفعل ذلك لا هم مطلبين يمكن أن يكون مطلبين الإلهاء يعني يمكن أن يفسر مطلبين الإلهاء لا يفسر مطلبين الإلهاء مع عمل مريم ليه راحة المراحة على بيئة جبريل تبدأ من لا تدري لا تدري بسماع الصحيح ان الملائكه كانت تاتي الناس هكذا فاذا هم رسل ايضا او من الانبياء مجيء جبريل عليه السلام من مريم ليس معناه انه انها نبيا لانه هناك احاديث كثيره انه كان ياتي الملك الى شخص ما الملك الذي جاء الى موسى فقطع عينه أي ملك يأتي إلى أي شخص كان بأي خبر كان يمكن نثبت بذلك أن هذا الشخص نبي فهو كان ذكر موسى أنا قلت لم نجد في الأخبار كنص قاطع يرفع الاحتمالات أن فلان نبي أما أخبار يمكن أن يستدل بظواهرها على أنها نبية موجود نقص قصة موسى عليه الصلاة والسلام ممكن إجلال ظاهرها على مثل ما يجلل به بقصة مريم لكن ليس هناك نص لأنه فلان نبية لو وجد هذا النص كان رافعا ونازعا لخلافه لكن هذا غير موجود بالإضافة إلى إمكان تفسير هذه الحوادث التي يمكن أن تفسر بأنها وحي وهو وحي الهام تفضل هذا ممكن قال وقد أشار الآن آلفا إلى مثلا ممكن. طب.